هذا وأعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذ التطعيم حتى مساء الليلة الماضية قد بلغ 281425 وخمسة شخصاً كما تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أن عدد حالات التطعيم ليوم أمس الثلاثاء بلغ ثلاثة ألاف وثلاث حالات تطعيم ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع ووقف انتشار السلالة الجديدة وتخفيض الحالات المسجلة